السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزلزال يضرب كرة القدم اللبنانية. نادي العهد النادي العريق بالسنوات الأخيرة عم ينسحب من بطولة الدوري اللبناني. أيضا الرئيس تميم سليمان رئيس نادي العهد عم يستقيل من مجلس إدارة نادي العهد. شو عم بيصير بكرة القدم اللبنانية؟ أيضا عم نسمع العديد من الانسحابات اللي حتكون بالفترة القادمة. فخلينا نحكي بعد الحلقة عن هذا الزلزال الذي ضرب كرة القدم اللبنانية. طبعا لحد تصوير هذه الحلقة رسميا نادي العهد ينسحب من بطولة الدوري اللبناني ويعلن عن فسخ العقد مع اللاعبين بالتراضي طبعا وإحالة العديد من اللاعبين لنادي الصفا أو أنه شراء لنادي الصفا، وأيضا كان في اهتمام من نادي الأنصار. طبعا نادي العهد أيضا لن يشارك بالبطولات العمرية، ففينا نقول أنه النادي العهد أصبح من الماضي لحد الآن، أصبح غير موجود على خريطة كرة القدم اللبنانية. طبعا بعد هالخطوة الجريئة عدة أندية أيضا أرسلت بعض البيانات على صفحاتها الرسمية مثل نادي التضامن صور، نادي طبعا البروج، أيضا العباسية وتجمع شباب بعلبك، وهددوا بالانسحاب من بطولة الدوري. فالأمور عم تشير لأنه حنكون بنزول في كرة القدم اللبنانية، حنكون بتراجع إلى الخلف أكثر مما نحن عليه، وربما هذا الشيء يصب في مصلحة كرة القدم اللبنانية. خليني بس أحكي بس شوي عن الأندية اللي بدها تنسحب من بطولة الدوري اللبناني. نحن قبل ما نبلش بالموسم هذا اللي حيجي طبعا كنا عم نسمع أنه في العديد من الفرق وخاصة تجمع شباب علبك ما حيشارك بالدوري لأنه عنده أزمة مالية خانقة، ما قادرة انه تغطي المصاريف اللازمه لخوض الدرجه الاولى. فطبعا نادي التجمع شباب بعلبك ربما ركب الموجه، او ربما هو يعني اوريدي كان حيعمل الانسحاب، ولكن عندما هجم نادي العهد هجمته حب انه يوقف خلف نادي العهد. ايضا نادي البرج بعد استقاله الرئيس فادي ناصر ايضا عمل نفس الشيء، وهناك العديد من الكلام كان بالأيام الماضية أنه في أزمة كبيرة بنادي البرج وما حيقدر أنه يكفي نادي البرج العريق، طبعا ما حيقدر يكفي غمار الدوري اللبناني. طبعا نفس الحال لنادي التضامن السور لاستقال الرئيس فواز، وأيضا نادي العباسية الصاعد حديثا إلى دوري كرة القدم اللبنانية للدرجة الأولى. طبعا السؤال الأهم، لماذا انسحب نادي العهد؟ نادي العهد اللي عنده العديد من البطولات في العشر سنوات الأخيرة، اللي عنده لقب الآسيا والأهم للبنان، مشاركاته الآسيوية المهم جدا اللي رفعت من اسم لبنان كثيرا، ينسحب رسميا من الدوري اللبناني. ينسحب نادي العهد بكل بساطة، الخطأ أن يبقى نادي العهد بالدوري. أنا بقولها بالفهم الملآن، من الخطأ أنه يبقى أي نادي تحت هذا النظام اللي رحنا عم نعيشه، واللي رحنا حنحكي بالعديد من الحلقات عن هذا الموضوع. طبعا نادي العهد نادي شرف كرة القدم اللبنانية في الخارج، طبعا أخذ لقب كأس الاتحاد الآسيوي في الماضي الأول للبنان، وأيضا كان عم ينافس بجدارة بكأس الاتحاد الآسيوي. فلما نحن نقول أنه نادي العهد منيح اللي فعل، نادي العهد هو سرطان كرة القدم اللبنانية، طبعا نادي العهد لديه أخطاء عديدة، ولكن ما بدنا نبالغ ونقول أنه ما حتكون خسارة لكرة القدم اللبنانية ذهاب نادي مثل نادي العهد. فمثل الزمن الجميل اللي بيذكر أنه نحن كنا بحاجة لنادي مثل نادي أولمبيك بيروت، وهلأ نحن بحاجة أيضا لنادي مثل نادي أولمبيك بيروت لحتى يرفع وتيرة المنافسة ويعلم من شأن كرة القدم اللبنانية. أيضا بحاجة لنادي مثل نادي العهد ونادي الأنصار ونادي النجمة، يعني بالمختصر المفيد نحن بحاجة لرؤساء الأموال في هذه اللعبة، مثل ما بيصير بكرة السلة. يعني مثل ما بنشوف لما نادي الهومنتمن يكون مسور ماديا، لما نادي الشونفيل، طبعا الرياض الحكمي هني قطبي كرة القدم، قطبي كرة السلة اللبنانية، ولكن لما نشوف الأندية مثل دينامو وبيروت عم بيدخلوا على الساحة من جديد بيكونوا مرحب فيهم، بيكونوا سعيدين نادي الرياض والحكمي انه فيها الأندية اللي هي عم بتنافس الدوري، و بشكل عام عم تعلي من قيمة الدوري مثل ما شفنا بالعشرة مليون وستمائة ألف دولار اللي قبضها الاتحاد اللبناني من بث قناة الام تي في لأربع سنين لمجريات كرة السلة. فلما يكون في عندك نادي بكل صراحة عم يدفع أموال بغض النظر إذا في شبهات عليه، بغض النظر إذا في عندك عداوة بينك وبينه، فهو عم بفيد كرة القدم اللبنانية. نحن ما عم نقول إنه هو لازم يفوت ويرشق الحكام و و و، ولكن بكل بساطة نادي العهد صراحة عمل رونق لكرة القدم اللبنانية مثل ما هو اوريدي موجود رونقها بالنجم والأنصار. ولكن بكل صراحة أنا كنجماوي
ليه؟ انه المنافسه مع العهد كانت ممتعه جدا، المنافسه كانت قويه، المنافسه كانت محتدمه، وعلت كثيرا من قيمه الدوري اللبناني، رغم انه هي هلا قيمه الدوري اللبناني بالحضيض. لماذا انسحب نادي العهد؟ ايضا بنقدر نقول انه نادي العهد، طبعا هذه كلها تحليلات، انه نادي العهد ايضا ربما فقد المتعه على المنافسه، لانه نحن مثل ما بتعرفوا قيمه الدوري اللبناني بالارض، ما في ملاعب، ما في جمهور، ما في حماس، عم نشوف انظمه عشوائيه عم تدخل على كره القدم اللبنانيه. بينت هذا الشيء من انسحاب نادي العهد فعليا من دوري الفئات العمريه عندما سنوا قانون الخمسه زائد واحد، وايضا مثل ما بنشوف انه كاس الاتحاد الاسيوي اصبح غير موجود، فما بتحس انه في روح للمنافسه. ايضا هناك مشكله بكره القدم اللبنانية على صعيد أيضا المنتخب الوطني، فأيضا ما في هناك أمل. العديد من التخبطات عم يمرق فيها هذا الاتحاد، هذه كرة القدم اللبنانية، فنادي العهد بعتقد هو أخذ القرار الصحيح. ولكن هل نادي العهد هو أخذ هذا القرار وخلص انتهى من كرة القدم اللبنانية؟ عم نحكي بشخص سميم سليمان، أو هل هذا جزء من خطة هجومية على الاتحاد اللبناني لكرة القدم؟ نتمنى هذا الشيء يصير. مثل ما قال الرئيس مازن السعني ببيان له على صفحته الرسمية انه هو يأسف على مغادرة نادي العهد البطولة، وسوف يبقى نادي النجمي يحمل الشعلة ويمضي قدما لحتى ترجع ايام العز لنادي النجمي، مثل ما قال الرئيس مازن السعني. وحزن ايضا على ذهاب الرئيس او الصديق كما اسماه تميم سليمان من كرة القدم اللبنانية. فلما نادي النجم ونادي الانصار ونادي العهد كل هذه الفرق تحط ايدها بايدان بعض، بعتقد اصبح او حان الوقت لذهاب هذا الاتحاد. اتمنى انه يكون نادي العهد حامل هذه الرؤيه، هذه الخطه، انه يكون عم يهجم على الاتحاد اللبناني لكره القدم عبر انسحاب من الدوري والمجيء باتحاد اخر. كلنا خلف نادي العهد اذا هو كان بده يحمل الشعله لهذا الامر. حنشوف بالايام المقبله شو حيصير، حنشوف شو هي التطورات ومن هي الأندية اللي حتنسحب من كرة القدم اللبنانية. تابعوني أول بأول على صفحتي على يوتيوب وفيسبوك وتيك توك لحتى نعرف أكثر عن هذه الأزمة اللي عم بمر فيها لبنان وعم بمر فيها كرة القدم اللبنانية. كنت معكم أنا حسن صالحة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.